يسعد صباحك عفاف. صباح الخير يا سلمى. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب، شكرا كثير لك. يسعد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تحضرونا. نهار جديد ومثل العاده مواضيع متعدده رح تكون ضمن محطاتنا الصباحيه، منها الطبي ومنها المبادرات الاجتماعية ومبادرات ريادات الأعمال مع الضيوف الاختصاصيين رح يعطونا معلومات بشكل أوفى وأكيد مجموعة من التقارير من المحافظات السورية. أكيد يا سلمى، بدي صبح أنا بدوري كمان على كل المشاهدين لكل حدا انضم لنا اليوم الاستديو صباحنا غير. بدي أتمنى لكم كالعادة بعد الصباح والصباحات القادمة تحمل معك كل الخير والحب والسلام لقلوبكم الحلوة، مكملين معكم صباحنا وفقراتنا الصباحية ولكن بعد فاصل لطيف. كملنا معكم صباحنا مشاهدينا، ولكن بالاول بدنا نروح على معلومات جديده وغريبه ممكن تكون لاول مره عم نسمع فيها، خلينا نشوفها ضمن هالتقرير. هل تعلم انه يمكننا حسب بعض الدراسات تحديد معالم يومنا المقبل الى حد كبير سواء كان ايجابي او سلبي، وذلك من خلال اخر 10 دقائق قبل النوم؟ فالمسؤول عن عملية النوم هو عقلنا اللاوعي، حيث يجعل الأفكار التي تتراوت قبل النوم عالقة باللاوعي أثناء النوم، فيتحول عقلنا الباطني إلى مغناطيس يجذب هذه الأفكار إلينا سواء كانت إيجابية أو سلبية. وللاستفادة من ساعات النوم نبدأ بخطوتين، الأولى هي الدخول للنوم بنية الراحة حتى لو كانت الساعات قليلة وغير كافية، أما الخطوة الثانية هي التفكير بإيجابية سواء بأحلامنا أو أهدافنا ليكون يومنا إيجابي وأحلامنا سهلة الوصول. وهل تعلم أن العديد من الدراسات أوضحت أن الأشخاص الناجحين يدركون أن نجاحهم يبدأ وينتهي بصحتهم العقلية والبدنية التي تعتمد 80% تقريباً على النوم؟ فالكثير من الناجحين يعتمدون بنجاحهم على الوقت الأخير قبل نومهم، منهم من يقرأ يوميا قبل النوم ويضعون قائمة بالمهام التي سيقومون بها في اليوم التالي ليسهل إنجازها، ومنهم من يتصور الغد بنتائجه الإيجابية لما يعملون عليه ويتأملون بثلاثة أشياء يتمنون حدوثها، مما يجعل العقل الباطني يعمل بأضعاف قوته ويجذب هذه الأشياء وتتحقق أيضاً. يمكن أن نعتبر الأمر ككلمة سر للبقاء متحفزين وعلى ثقة بقدرات عقلنا الباطني، وخاصة في الأوقات التي نتعرض فيها للضغوط. بعد هالنصائح خليني اقول المعلومات الغريبه يمكن ومثل ما قلنا يمكن اول مره عم نسمعها، رح نروح لنصائح غذائيه ورح نتعرف ايضا على فوائد العنب اللي هو من الفواكه الموسميه بكل الاحوال بهذا الوقت من السنه، وله كثير فوائد. هو بيساعد على الهضم وعلى حركه الامعاء بشكل اكثر طبيعي، وايضا فوائد متنوعه بنتعرف عليها بالتقرير التالي. العنب الاخضر فاكهه صيفيه سكريه لذيذه له العديد من الفوائد، فقد ساعد الاعتقاد قديما أن العنب يحتوي فقط على السكريات، في الحقيقة أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات وعلى نسبة عالية من الماء. فوائد العنب الأخضر: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. أظهرت دراسة علمية أجريت عام 2008 أنه من الممكن للعنب أن يقلل من فرص حدوث أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية، فإن احتوائه على البوليفينول الذي يعمل على التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. السرطان: نظراً لأن العنب غني بالريسفيراترول فإن لديه قدرة محتملة على منع حدوث السرطانات أو وقف انتشارها كسرطان الثدي والكبد، المعدة وسرطان الغدد الليمفاوية. أما الحمل فهو إحدى فوائد العنب الأخضر أن تناوله يزود المرأة الحامل بالعديد من العناصر الهامة لحدوث التغيرات البيولوجية خلال الحمل والوقاية من الالتهابات، من أهم هذه العناصر الفيتامين جيم والألياف، مضادات الأكسدة، حمض الفوليك، الأحماض العضوية. الإمساك:
فمن فوائد العنب الأخضر أن تناوله قد يساعد على التخلص من الإمساك لأنه غني بالماء والألياف. الحفاظ على صحة العين. يسهم العنب في الحفاظ على صحة العين نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل اللوتين. حب الشباب، حيث دعت دراسة مخبرية إلى أن العنب من الممكن أن يساعد على معالجة حب الشباب نظراً لاحتوائه على الريسفيراترول تنظيم الوزن. إذا كنت تتبع حمية غذائية لتنظيم الوزن، فإن العنب الأخضر كغيره من الفاكهة مصدر معتدل للسعرات الحرارية، حيث أن الكوب الواحد من العنب الأخضر يحتوي على ما يقارب 104 سعرات حرارية. مثل ما قلنا عفاف، فقرتنا الطبية رح نحكي فيها عن هشاشة العظام أو ترقق العظام، وهذا المرض اللي بيصيب الكثير بأعمار معينة، ويمكن بيكتر الحكي إنه السيدات بعد عمر 40 بيكونوا معرضين أكثر للإصابة بهشاشة العظام. بكل أحوال، كل الأسئلة والاستفسارات اللي ممكن تخطر ببال مشاهدينا عن هذا الموضوع رح نتعرف عليها بشكل أوسع ونعرف الإجابات الدقيقة من ضيفنا بالاستوديو الدكتور، طبعا اللي رح يخبر خبرنا أكثر عن المعلومات، الدكتور جهاد حاج إبراهيم، اختصاصي في الجراحة العظمية ورئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا مثل ما قالت سلمى وحكينا أنه مرض هشاشة العظام بيصير مع التقدم بالعمر وخاصة عند السيدات، يمكن أكثر شيء هاي المشكلة مرتبطة بالتقدم بالعمر حصرا، ولا ممكن تصير عند ناس عمرهم صغير، وإمتى ممكن يبلش؟ صباح الخير. الهشاشة العظمية هو يسمى المرض اللص الصامت. الحقيقة اللي هو بيدخل لجسم الإنسان بدون ما يشعر فيه. هلأ ترقق العظام له عدة أسباب، مثل ما تفضلتي حضرتك أنه النساء بس مو بعد 40، بعد 50، خلينا نعطي فرصة أكثر. بعد 50 سنة طبعاً نحن بصير هلأ ندخل على الموضوع هذا. هلأ أسباب هشاشة العظام من أسباب كتير، السكري اللي بيتعاب ياخدوا كورتيزون، المدخنين اللي مدنفين، البعض كمان المرضى اللي عندهم أورام، وكمان في عندك أورام الغدة الدرقية أو أمراض الغدة الدرقية، كمان هدول بصير عنده ترقق عظمي. هلأ في شغلة تانية، هلأ هي الوارد، المريض اللي ما عنده وارد كلس بشكل جيد هذا ممكن انه يتعرض لترقق عظمي. هلا نميز نحن ما بين شيء اسمه هشاشه عظميه وما بين المرض اللي الهشاشه العظميه هو عباره عن مرض موجود بعد سن معينه عند النساء، بعد سن قطاع الدوره الطمسيه. نحن في عندنا هرمون موجود بجسم الانسان عند النساء حصرا، هو موجود بيحمي العظم من انه الجسم اذا احتاج كلس بيحمي العظم من انه يجي ناخذ منه كلس. هلا بعد سن الطهي بيروح عندي انا الهرمون هذا الاستروجين، فيستباح العظم لانه نحن نصير عندنا ناخذ الكلس منه. هلا الفيتامين د هو المسؤول عن امتصاص الكلس، هو كمان انا عندي اذا كان في عندي نقص فيتامين د كمان مسبب لي الهشاشة العظمية. هلا الفيتامين د هو موجود في جسم الإنسان تحت الأدمة، أدمة الجلد، له تركيبة معينة بيدخل في حلقة تركيب لحتى يعطي الصيغة النهائية تبع الفيتامين د اللي هي بتروح تمتص الكلس من الأمعاء. هلا بعض الأحيان بيكون عندي ديفيسيت، بيكون عندي المانو جاهز الفيتامين د، صحيح، فلذلك بصير عندي ترقق عظمي. هلا نميز ما بين الترقق عند الشباب واللي عند بعض سن السيدات. الكلس من وقت اللي ببلش الانسان بيكون في بطن امه عمره اشهر، ببلش يبني انا شيء اسمه الهيكل العظمي لسن ال 35 سنه 40 ببلش يبني، بعد منا ببلش بقى بيخف البناء، استهلك بقى تركيب عندي عند الإنسان هو بناء وهدم، بناء وهدم، لكن عملية البناء أكثر من الهدم. يصل إلى مرحلة معينة بصير عندي الهدم أكثر، اللي بيصير عندي أنا ضعف بالهرمون اللي عم يحافظ على الكلس الموجود بالجسم. هلأ مو دغري بصير عندي أنا نقص كلس، يأخذ فترات زمنية طويلة،
نحن عم نحكي عند النساء بعد سن الطهي. ما بيصير أعراض، ما بتعطي أعراض، بيصير عندنا نحن شيء اسمه آلام مفصلية، بيصير آلام عمود فقري. على فكرة هي أول أعراض الهشاشة العظمية هي بالعمود الفقري. لذلك بنلاقي أنه الإمرأة بس تتقدم العمر بصير عندها شوية حناء للأمام، بصير شوية قزامة، فهذا من أعراضه، من أعراض الهشاشة العظمية. هلا هل ممكن أنه نحن نكتشف هذا الشيء؟ كل إنسان داخل على الهشاشة العظمية في عوامل بتساعد عليه، الضعف العضلي لازم يكون عندي، بتكون عندي كمان ضعف عضلي، كتلة عضلية ضعيفة كمان بتساعد على الهشاشة العظمية. نجي عند الأطفال، الأطفال ليس له، ما اسمه هذا هشاشة عظمية، هذا نحن نسميه كساح. الحقيقة الأطفال بصير هالكساح بيظهر بين سنة ونص لسن الخمس سنوات، هذا نقص الفيتامين د، الطفل ما عم يتعرض لأشعة الشمس، أو اللي ماله عم يعني بيصير عنده بعض الأمراض، غالبية هو تعرضه، عدم تعرضه لأشعة الشمس، هذا بيصلح. يعني ما نهك الهم، نحن بيجينا الطفل عنده تقوس بالساقين، بتيجي الأم أنا عندي ابني كساح، عنده نقص كلس، مو نقص كلس، هذا بنسميه كساح ديفيسيت. نحن في الفيتامين د ممكن نعوضه، بيتحسن بده فترة. هلأ بعض الأمراض بتصير عندي أنا المريض اللي من نحن المدنف اللي قاعد بالتخت هذا اللي ما عم يتحرك، هذا بصير عنده كمان ترقق عظمي. هلأ بعض الأحيان نحن مريض بنحط له جبصين لفترة طويلة، 4 شهور 5 شهور، بصير عندي ترقق عظمي بالطرف هذا، بصير هش. المريض اللي بيدخل بترقق عظمي خاصة عند الكبار للأسف الشديد هو ما بيحس بالمرض. إذا بنعمل صورة شعاعية لا تكشف، الصورة الشعاعية إذا بين عندي ترقق عظمي بالصورة الشعاعية بيكون قطع مرحلة 40% من الترقق العظمي. هلا كيف بدنا نكتشف أنه عندنا ترقق عظمي؟ الحقيقة هن ما هو المفهوم هذا الموضوع اللي نحن كثير مهم، تحليل الدم لا يكشف ترقق نقص الكلس. الترقق العظمي يكشف إذا كان عندي نقص كلس بالدم. هلا الفيتامين د نحن عم نلاقي أنه بيروح بيجي المريض، والله يا دكتور أنا عندي نقص فيتامين د. أغلبية الناس أغلبية الأعمار صارت عندها هلا نقص فيتامين د، يعني ما عاد بس السيدات، عم نشوف بشكل كتير كبير صار منتشر نقص فيتامين د هلا. هلا موضوع الفيتامين د هو أنه نحن ما عم نتعرض للشمس. هذا موضوع ما عم نتعرض بالوقت الضروري نتعرض فيه، اما ما عم نتعرض عم نوقف ساعات طويله يمكن بوقت غير صحيح بالشمس. هلا هو بين 7 و9 صباحا احسن شيء، يا اما عند المغيب، هذول الساعتين الصباحيات نحن افضل شيء لانه نحن نتلقى الشمس. هلا الشمس بدها تكون مباشره بدون يكون في بلور. هذا واحد. الشغله الثانيه المهمه هي انه نحن المريض اللي بده يصير عنده ترقق ما بيعرف المريضه انه عندها. هلا التحاليل مثل ما قلت لك هذا الموضوع المهم، انه نحن التحليل الكلس، لا هي نحن في عنا عباره عن صوره بسيطه اسمها دراسه كثافه عظميه، ما بتاثر على الجسم، ما في اشعه مزعجه، ممكن انه تعملها المريض بتكلفه زهيده، منكتشف نحن أنه نحن إذا كان عندنا ترقق عظمي. هلأ الموضوع هو أنه نحن نعمل دراسة كثافة عظمية كل سنة مرة بنفس المخبر حتى ما تتغير المعايير أو على نفس الجهاز، وطبعا الطبيب بيراقب هذا الموضوع إذا كان في عندي ترقق عظمي زيادة، هل أنا عم أعطي علاج، عم يتحسن، عم يستجيب المريض أم لا. بعض الأمراض اللي بصير فيهم هشاشات الحقيقة الكورتيزونات، نحن لاحظنا بالفترة السابقة بكوفيد 19 في مرضى كتير كانوا عندهم أمراض مرات وكانوا يأخذوا كورتيزونات. الحقيقة عم يجينا نحن مرضى هذا بعد فترة أنه صار عندهم هشاشة عظمية. الكورتيزون الحقيقة هو ساعد كتير على الهشاشة العظمية، وبيساعد على موضوع نخرة رأس الفخذ. هذا نخلة رأس الفخذ هي مشكلة عند المرضى. المفروض المريض اللي تناول كورتيزونات لفترة طويلة يراقب حاله، يعمل دراسة كثافة عظمية،
ويعمل صور شعاعية إذا كنا إذا كان شاكك يعمل دراسة كثافة عظمية أو يعمل صور بسيطة ونراقب حالنا بهالموضوع هذا. هلأ هل نحن ممكن أنه ندخل بقى بموضوع العلاج؟ بس قبل ما تدخل بموضوع العلاج دكتور، حضرتك حكيت عن كتير أسباب هي بتأدي لهشاشة العظام أو ترقق العظام، ولكن قلت ما بيحس المريض عليها أو المريضة ما بتحس دغري أنه هي معها. هل في أعراض معينة ممكن تساعد بأنه الشخص يكتشف أو لا نحن خلاص مدام عنا أي مسبب من المسببات اللي حضرتك ذكرتها لازم كل فترة نروح نعمل فحص اللي قلت عليه الكثافة العظمية أو صورة أشعة؟ الحقيقة مثل ما تفضلتي هلأ هو يكون وصل للأعراض يكون وصل مرحلة متقدمة. يعني هلأ نحن السيدات بعد سن 45 سنة المفروض تتابع حالها، السيدة بعد 40 تتابع حالها أنه أنا دكتور صار عمري هالعمر هذا ممكن أنه أنا أصير تابع عندك، أنه أنا بدي أعمل أفتح فايل أنا بدي تابع حالي بهذا الموضوع. طبعا بتبلش بقى في عنا بداية أدوية بسيطة. المشكلة أنه هذا المرض فعلا ما بيعطي عرض، يعني اللي وصل لا يعطي عرض بيكون مرحلة متقدمة. هلأ أحيانا نحن بصير عندي كسور نعمل صورة شعاعية من سقوط بسيط عند المريض بصير عنده كسر فبيعطي هالعرض هذا. هلأ لحتى يوصل للمرحلة الكسر بيكون قطع مرحلة متقدمة. مثل ما قلت لك أنا اللي بدنا نعمله هو نحن دراسة كثافة العظمية وبناء عليها بتقرر. هلأ هل يظهر؟ لا ما بيظهر، اسمه اللص الصامت، لا يوجد له أعراض إلا في مرحلة متقدمة. الآلام العمود الفقري آلام الركبتين لأنه بصير عندي أنا اسمه مايكرو فراكشر الكسور مجارية، طبعا مع تقدم السن ببلش أنا يعطي هالأعراض هاي بتزيد هاي الآلام، آلام الركبة وآلام أسفل الظهر بتزيد مع التقدم. يعني من فينا نعتبر هذا العارض سبب أو هو دليل على وجود هشاشة العظام؟ هو من الأعراض، يعني ممكن نعم هو من الأعراض. يعني احنا طبعا هلا احنا ببلش عند المريض ما عندي قصة سقوط، ما عندي أمراض، ما عندي كذا، صار في عندي أنا آلام ممكن نطلب صور شعاعية بسيطة إذا كان احنا نكتشف إذا عندنا آفات، إذا كان عندي آفات أخرى صور شعاعية بسيطة من تكتشف إنه بعدين بنروح باتجاه دراسة كثافة عظمية. هلا هل هذا المرض يشفى؟ إيه يشفى، والموضوع يعني ما له معقد، مثله مثل اي مرض بنتابعه بناخذ نتيجه جيده جدا. بنبلش نحن بعده امور، من اهمها هي انه نحن يكون عندي كتله عضليه، الرياضه. هل الرياضه بتفيد؟ اي نعم بتفيد، لازم يكون عندي انا حصه رياضيه بهذا الموضوع. الكتله العضليه القويه حول العظم بفيدني على انه انا يبني عظم جيد. واحد. اثنين، الغذاء. هلا بيجي مريض بيقول لي والله انا عم اخذ قشر البيضة اطحنها، هذا ما هو شيء جيد. يعني المصدر الاساسي للكلس هو الحليب ومشتقاته، هذا هو المصدر الاساسي للكلس. هلا في عنا ادويه، الادويه انواع، نحن بدنا يكون عنا ثلاث انواع من الادويه. اول شيء بنعوض بالكلس ما معروف، بعدين نحن بنعوض بشيء اسمه بيفوسفونات اللي هن بقى هدول الادويه اللي بتحد بتروح بتشتغل على الكاسيرات تبع العظم. الادويه هي بتروح عند الكاسيرات بتحجم لها عملها مشان ما تصير تكسر العظم. الدواء الثالث هو الفيتامين د، بعض الاحيان بيكون عندنا نقص، هالفيتامين د نحن بنعوضه للمريض وهو اللي بقى بيمتص الكلس. هلا في مرضى عم ياخذوا فيتامين د، طلع عنده الفيتامين د عالي لكن في عنده مشكله، في عنده ترقق عظمي، معناتها انا في عندي مشكله بالكلس، في عندي مشكله بالامتصاص. هلا بنجي للموضوع الثاني اللي دارج هلا هو قطع المعده. هذا بيأدي لسوء. قبل دكتور يعني بس خلينا نوضح شغلة، كتير شفنا أشخاص وحالات كانوا كبار بالعمر يأسوا من موضوع العلاج واعتبروا هذا المرض مزمن. يعني هلأ توضيح من حضرتك أنه هذا مجرد مرض ممكن الشفاء منه وليس مزمن؟
لا لا هو مرض مرافق بعد سن معينة كل العالم تعم يعني مرض. نتيجة الشفاء منه قدي ممكن تتراوح بينه وبينه؟ 90% يعني إذا المريض عندي أنا شيء ناقص. يعني هو يختلف، مشان نوضح، في ناس تفكر أي مرض بالعظم بده يصير مثل الديسك إنه بيرافقهم دائما ولازم يكونوا عندهم أدوية دائمة واحتياطات دائمة، أما هذا المرض فهو لا. هلا هذا المرض هو علاجه على الشكل التالي، في عندي انا حبه كل شهر تؤخذ صباحا على الريق، هذا اسمه هذا مشتري المياه كالسي، الادويه الحاصله الكاسرات، الدواء الثاني هو الكلس، الدواء الثالث هو الفيتامين د. هلا نحن هذا بصير ناخذه، هلا في مريض بيقول لك انا ما بحسن باخذ حبه كل يوم، ناخذ حبه يوم اي يوم لا، بنعوض بالغذاء الكلس، بنعوض بالرياضه، الفيتامين د حبه بناخذ 10,000 وحده كل 10 ايام. نحن الرينج تبعنا يعني نحن احيانا اذا كان عندي الفيتامين د نازل كثير ممكن نعطي ابره شرب. صحيح. وممكن اذا كان عندي انا مريض داخل في نقص كلس شديد جدا ممكن نعطي ابر اسمه مياه كالسي، هذول انواع من عضليه او من بخاخ، هي اذا كان عندي انا بقى نقص كلس شديد. هلا في ابر جديده تعطت كل سنه ابره اسمها كالستاي، تنعطى كل سنه ابره. يعني الحلول انوجدت، الغذاء، الادويه، هي الادويه موجوده والامور بتكون جيده. هلا انا ما بحسن انا اعطي لمريض عمره 80 سنه او 70 سنه، مريض عظم مثل مريض عمره 20 سنه، طب تختلف الحيويه. هلا هل انا ممنوع انه انا مارس حياتي؟ لا بالعكس، في شغلات لازم ما تقوم فيها، حمل الأوزان، القيام الأعمال المجيدة جدا، الرياضة العنيفة، يعني أنا بدي أروح على النادي بيجيني أنا بيجيني أنا مثلا أشخاص كبار بالعمر بيروح على النادي، الكوتش ببعثه بيروح لعند دكتور جهاد بسأله شو أنا لازم ألعب شو أنا لازم، بنقول له مثلا إحنا حمل الأوزان ما في، يعني حمل الأوزان هي الثقيلة وال بعض الانواع من الرياضات هذا ممنوع، العاب رياضه، العاب بسكليت، العاب ابساط، حمل دامبل 5 ل 10 كيلو، شويه لياقه، انت رايح لحتى تسوي لياقه. هذا كثير بيساعد الرياضه على هذا الموضوع، العلاج بيعطي نتيجه جيده. هلا هل الكسر المريض المكسور اذا وقع انكسر معناته عنده ترقق عظمي؟ هلا ممكن اي انسان يتعرض لاي رد شديد اتعرض لكسر. انا بيجيني اطفال انا بيقولوا لي امهم انا كل سنه بنكسر ابني مرتين عنده ترقق عظمي، لا لكن الطفل تعرض لهالسقوط العنيف هذا ادى الى الكسر. طيب قبل ما نختم لانه الوقت قرب يخلص دكتور، اهم النصائح اللي بتوجهها لكل مرضى هشاشه العظم وخصوصا بما يخص نمط الحياه اللي صار في كثير ناس عم بيقولوا انه هو حتى اطباء انه هو بياثر شو بناكل شو بنشرب كيف بنعيش كيف نعود نفسنا، وايضا انت كمان تحدثت عن العمليات اللي هي اصبحت لايف ستايل جديد هلا مثل ما قلنا، العمليات اللي ممكن تأثر على طريقة الهضم والتغذية لأنه المعدة بينقص جزء منها فبيصيروا عايشين فترة طويلة من حياتهم على المكملات الغذائية. حقيقة يعني هو في بالمعدة مناطق تفرز امتصاص فيتامينات وامتصاص بيتم قطع، أحيانا بصير عندي مشكلة بهذا الموضوع. هلأ لازم نحن نسوي أول شيء الغذاء، ثاني شيء هي انه نحن نتدخل بانواع غذائنا انواع كثيره من خاصه من الكلس والخضروات، هذا كثير مهم. هلا الشغله الثالثه هي الرياضه، انا ما في مانع انا انه امشي، ما في مانع اني انا مارس انواع رياضه، ما في مانع اني انا سوق دراجه، ما في مانع اني اروح انا مسبح، لازم الانسان بعد سن معينه يتابع حاله، يعني هذا الموضوع انه نعمل تشيك اب كل سنه على الاقل مره، تحاليل بسيطة جدا، يعني أنا على الأقل أنا إذا كانت مريضة تعمل أنا كل سنة تعمل دراسة كثافة عظمية، مو سنة يا سيدة سنة ونص أنا قبلان، إذا كانت عم تاخذ دواها فنحن بنعمل بنشوف نحن وين واصلين، بنشوف السنة هاي بنشوف بعد بسنة وين واصلين المؤشرات تبعتنا، طبعا العلاج ما هو يعني ما هو مكلف، هذا موضوع مهم يعني في متناول اليد، والغذاء ما هو يعني هو مش مشتقات الحليب والبيض،
واللي وقاية يعني أنه نحن أقل شيء نقعد بالشمس، والرياضة أهم شيء هي المشي والسباحة، وأنا ما عندي مشكلة غير هيك. يعني ما لي طالب أنا من المريض والله رياضات عنيفة، ممكن يلبس بيجاما وبوط رياضة ويمشي بأي منطقة. ممكن كتير الرياضة تلعب دور بمساعدته بالشفاء من هذا المرض، ما هيك؟ طبعاً، لأنه أنا صار عندي كتلة عضلية، لأنه أنا في عندي كتلة عضلية قوية، عندي مفصل قوي، عندي كتلة عضلية ضعيفة، عندي مفصل ضعيف، خاصة آلام مفاصل الركبة، آلام العمود الفقري. يعني نحن المرضى اللي ما بيلعبوا رياضة بصير عندهم ضمور عضلي، بصير عندي آلام بمفصل ركبة، بصير عندي أنا أعراض تنكسية بمفاصل الركبة. بدنا نتشكر وجودك معنا. خلص الوقت دكتور، أكيد استمتعنا كثير بالنصائح اللي قدمتنا إياها، وإن شاء الله الله يبعد المرض عن الجميع. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك دكتور. أما هلأ عفاف رح نروح لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي نيرمين عمار. صباح الخير نيرمين. يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لعفاف ولكل المشاهدي الإخبارية السورية. موجز لكن بعد الفاصل. أكد الرئيس بشار الأسد أنه لا يمكننا أن نتحدث عن انتماء سياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية، معتبرا أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي، لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبيا ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية. وتركز حوار الرئيس الأسد مع أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي خلال لقائه بهم حول العروبة والفكر القومي والانتماء والهوية، وعن دور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي ودعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار الظالم. وأكد سيادته أهمية توسيع مفهوم المقاومة، وخاصة مقاومة الفكر الذي يغزونا بشكل قصري بهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية. أعضاء الوفد أكدوا على ضرورة العمل في المرحلة القادمة من أجل تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للاستفادة من الأجواء الإيجابية على الساحة العربية لدعم المساهمة الشعبية في مسيرة إعمار سوريا وكسر كل أشكال الحصار عليها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أمرت بإجلاء جزئيا لسفارتها في النيجر، ذلك بعد أسبوع من وقوع انقلاب في البلاد. وقالت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أمرت بإجلاء بعض موظفي سفارتها غير الأساسيين في النيجر وأسرهم بعدما استولى ضباط من الجيش على السلطة هناك، غير أن البعثة ستظل مفتوحة وسيواصل كبار الموظفين عملهم. أشار السفير الروسي لدى واشنطن أنتولي أنتونوف إلى أن الولايات المتحدة تواصل منذ أمد بعيد انتهاك معاهدة ستارت للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية بين موسكو وواشنطن. وأشار أنتونوف إلى أن البيت الأبيض رفض الأحكام المنصوصة عليها في المعاهدة والالتزام بها والتي تحدد عدد الأسلحة النووية، وشدد على أن الولايات المتحدة تجاهلت باستمرار مطالب روسيا بحل هذه المشكلة. في خبرنا الأخير، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في إفريقيا، منوها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الإفريقية. وقال بوتين إننا نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر وجميعها في شمال إفريقيا. وأضاف بوتين أن هناك الكثير ما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية، لذلك لا ينبغي بأي حال أن نفوت مناطق أخرى. ختام الموجز، عودة لاستديوهات صباح الخير.
شكرا لك نرمين، يسعد صباحك عن جديد. صباح الخير لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا، ورح نروح لفقرتنا التاليه. يا عفاف، وعن شو رح نحكي؟ اكيد سلمى، خصصنا فقرتنا التاليه لحتى نحكي عن رياده الاعمال بعيدا عن الضغط والتوتر والرتابه كمان والروتين يلي بيعاني منه الموظف اثناء مسار عمله. لابد من وجود مساحه مخصصة للإبداع والابتكار والتطور بمجال عمله، وأكيد من خلال ريادة الأعمال لحتى تكون صاحب الفكرة بداية وبالنهاية صاحب مشروع، بتيح لك فرصة التطور والإبداع والابتكار والتواجد كمان بقوة بسوق العمل. أكيد يا عفاف، اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف أكثر على تجارب ناجحة لشباب في مجال ريادة الأعمال. طبعا شب وصبية بدأوا مشاريع الخاصة بهذا المجال، وهو مجال ريادة الأعمال المجتمعي يلي رح نتعرف عليه أكثر وعلى المبادرات. خلينا رحب سوا بإبراهيم سلمان، رائد أعمال في مجال العمل المجتمعي بفريق بوصلة، ولين الأسدي، رائدة أعمال في مجال العمل المجتمعي أيضا في فريق بوصلة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. خلينا نتعرف منكم إبراهيم ولين، رح نحكي عن مبادرة بوصلة وفريق بوصلة وكثير من التفاصيل من ريادة الأعمال والأشياء اللي أنتم فيها، بس خلينا نتعرف أول شيء على مجالكم واختصاصكم بهذا الشيء. يسعد صباحكم يا رب. أنا إبراهيم سلمان، طالب ماجستير بالهندسة المدنية، اختصاص إدارة تشييد من جامعة دمشق. بشتغل بمجال كتابة وإدارة المبادرات المجتمعية، بالإضافة لعملي مع العديد من الجهات والمؤسسات الرائدة بالعمل المجتمعي، مثل مؤسسة إدارة الموارد البشرية كمسؤول عن الفعاليات والأنشطة وإخراج المحتوى المرئي، بالإضافة لكتابة المحتوى مع منصة البعبع. تفضلي. أنا لين الأسدي، خريجة معهد دمشق المتوسط اختصاص نظم معلومات، وخريجة جامعة دمشق كلية الحقوق. بشتغل كمسؤولة فريق التصميم بمؤسسة إدارة الموارد البشرية، وأنا المسؤولة عن تنظيم فريق بوصلة، وبشتغل كشغل حر بالجرافيك ديزاين. أهلا وسهلا فيكم وبكل الخبرات اللي بلشتوا فيها. وخليني أرجع لعندك إبراهيم، يعني حضرتك حكيت أنه أنت بلشت بمجالات متعددة، ومنها منصة بعبع وغيرها اللي هي طبعا معروفة بالريادة بعمل المجتمعي. خلينا نشرح اليوم لكل اللي عم بيتابعنا شو بنقصد بريادة العمل المجتمعي. تمام. كمصطلح، ريادة الأعمال المجتمعية بيعني المبادرة بتطبيق فكرة إبداعية. هاي الفكرة بتهدف بشكل أساسي لحل مشكلة أو قضية مجتمعية، أو حتى لحتى تلبي احتياج بحاجته هن أفراد المجتمع. الغاية الأساسية منها أنه هي تحقق لي تنمية وتطوير للمجتمع. هذا الشيء بيتم بأحد مجالات الحياة المختلفة، سواء مجال ثقافي أو اجتماعي أو حتى بالمجال البيئي. وبتكمن يمكن أهمية ريادة الأعمال المجتمعية بأنه هي بتستثمر طاقات أفراد المجتمع بطريقة فعالة. هاي الطريقة الفعالة بتنعكس بأثر الإيجابي على المجتمع. كريادة أعمال مجتمعية خليني أقول هي غالبا بتكون غير هادفة للربح، لأنه رواد العمل المجتمعيين بينطلقوا من مبدأ يلي هو أنه تطوع، التنمية، تماما، أنه كمسؤولية مجتمعية يردوا الجميل للمجتمع اللي هن منتميين له. بما يخص يمكن تجربتي ورحلتي بالعمل المجتمعي، فهي صراحة بلشت من خلال التطوع مع مؤسسة إدارة الموارد البشرية. أضافت لي كتير صراحة. يمكن أبرز الأمور اللي أنا عشتها بتجربة التطوع أنه خضعت لتدريبات عديدة، كمان هي التدريبات العديدة والتجارب اللي مريت فيها أكسبتني خبرات وطورت من معارفي، وهذا الشيء اللي دفعني أني تابع دراسات عليا إلى جانب ماجستيري الهندسي بمجال إدارة الأعمال، كونه مجال إدارة الأعمال بيضم العديد من المفاهيم الهامة اللي هي ريادة الأعمال وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة للتسويق وغيرها كتير. فخليني أقول الشيء المميز بتجربة التطوع أنه هو بيركز بشكل أساسي على أعطاء مساحة للشخص للتجريب والإبداع. هذا الشيء هو اللي مكنني فيما بعد من قيادة فرق تطوعية
وابتكار طرق جديدة بإدارة وتنظيم العمليات، وهذا كان مفتاح دخولي لريادة الأعمال المجتمعية وكان بوصلة لي لحتى أحقق أهدافي. خلينا ننتقل لعندك لينا، خبرينا عن بداياتك بالعمل المجتمعي رغم التجارب العديدة اللي كانت موجودة عندك بالمجال نفسه، وعن أهمية أنك اليوم قدمهم أنه تساعدي شخص ببناء قدراته. في أشخاص كتير بنشوف عندهم قدرات وعندهم إبداع ولكن ناطرين حدا هيك ينور على طريقهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم. خلينا نحكي أكثر بخصوص هلا. صراحة أنا بالبداية كنت من المستفيدين من برنامج جيتس انترشيب اللي قدمته مؤسسة إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع اليو ان تي بي بسنة 2021. فهذا التدريب كتير ساعدني لحتى أني أطور من مهاراتي، لأنه كان في تدريب ضمن الشركات، وهي المهارات اللي أنا طورتها عندي خلال هاي الفترة حبيت أطورها أكثر وإني أكون فاعلة بالعمل المجتمعي، فطورت بالمؤسسة. خلاني هاد شارك بفعاليات وبأنشطة وإني أشتغل شغل يطور مهاراتي داخل المؤسسة. بعدين لما لقيت إنه أنا عندي هاي المهارات وقديش الوقت اللي تعبت عليه على حالي مشان إني أطور هاي المهارات، حبيت أقدم هاي المهارة اللي أنا عم أقدمها بشكل مبسط لهدول الأشخاص. ما حبيت إنه هذا الشخص أو الشخص اللي جاي جديد عم دور على مساره إنه ياخذ هذا الوقت نفسه اللي نحن أخذناه. صحيح. كمان إبراهيم، يعني خلينا كمان نحكي اليوم إنه أي شخص يبدأ مشروعه الخاص هي خطوة كتير كبيرة، ويمكن في ناس كتير بتستصعب هاي الخطوة، بتقول يا ترى رح أنجح أو ما رح أنجح، شو هي العوامل اللي ممكن تساعدني لحتى أبدأ هاي الخطوة. لهيك من تجربتك بهذا المجال اليوم، هل قادرين صرنا نحط وصفة مثل ما بيقولوا، باعتبار في كتير شباب لما بيكون معنا ضيوفنا شباب وعندهم نماذج مشاريع مهمة وقدروا يبلشوها، فبيسألوا يا ترى شو عملوا، شو الوصفة تبعيتهم؟ تقدر تعطي هيك نصيحة للشباب؟ تمام. خليني أقول لك عناصر النجاح للبدء بريادة الأعمال المجتمعية أو حتى بالمشروع الخاص بتتلخص بأربع شغلات أساسية. الشغلة الأولى هي الرغبة، الشغلة الثانية هي القدرة، الشغلة الثالثة هي المعرفة، والشغلة الرابعة والأخيرة هي النية بالبدء. هلا الرغبة ليش مهمة؟ الرغبة مهمة لأنه فعليا هي الدافع والمحرك الأساسي. تماما. فإذا الشخص ما عنده رغبة بمجال العمل المجتمعي فهذا رح يحول دون بأنه يستمر بهذا المجال. صحيح. النقطة الثانية هي المقدرة. المقدرة، الشخص اللي ما بيمتلك مهارات وقدرات هذا الشخص يمكن يفشل بالمجال لأنه هو ما عنده خبرات، ما عنده أكيد. تجارب. تماما. فهذا الشيء اللي بيساعد عليه التطوع، التطوع بيحط الشخص قدام تجارب واضحة، بيحطه كمان قدام خبرات كتيرة بيتعلم منها، فهذا الشيء بيعزز عنده المقدرة. النقطة الثالثة اللي هي المعرفة. المعرفة إن نحن نعرف شو الاحتياج يلي عن جد بده إياه المجتمع، مو الشيء اللي نحن بنعتقد إنه بده إياه المجتمع. لازم نكون قريبين من المجتمع، نسمع شو هو بحاجة لحتى نحن نقدر نبني مشروع أو مبادرة ناجحة مستهدف يعني هو فيها. النقطة الرابعة والأخيرة اللي هي النية بالبدء. النية بالبدء فعليا هي من أهم العوامل. ليش؟ في كتير أشخاص منلاقيهم عندهم المعرفة والرغبة والقدرة ولكن ما دائما بيأجلوا، وهذا دون الشيء اللي هو لازم يكون عليه رائد العمل المجتمعي. لازم دائما يكون مبادر، ينطلق من نفسه، احيانا يتحمل مخاطر، مغامر بده يكون مغامر. تماما. فهي خليني اقول لك وصفه النجاح بالبدء بمجال رياده العمل المجتمعي. لينا خلينا نحكي عن بوصله اللي هي كانت عنوان الفريق اللي اطلقتوه ضمن مجال رياده العمل المجتمعي، خلينا نحكي عنها اكثر وشو كان الهدف منها. نحن ببدايه 2023 اطلقنا مبادره بوصله لانه لاحظنا انه فئه الشباب واليافعين كانوا بحاجة لأشخاص يرشدوهم لحتى يلاقوا مسارهم الأفضل، سواء كان هذا المسار أكاديمياً أو مهنياً. فنحن قدرنا بالتعاون مع اليو ان اف بي اي ومؤسسة سند الشباب التنموية نمكن أكثر من 50 شاب وصبية بمفاتيح الدخول لسوق العمل، بالإضافة للمهارات الشخصية والاجتماعية.
ونحن بصراحة واجهنا شوية تحديات، وكان أبرزها الزلزال اللي صار، أزمة الزلزال اللي كلياتنا تأثرنا فيها بشكل أو بآخر. نحن خلال هالفترة قدمنا عدة ورشات توعوية عن الزلازل من وجهة نظر بيولوجية وإنشائية، حاولنا نوعي فيها تقريباً عن كيف بينشأ الزلزال لنوصل لتقييم المنشآت. ونحن حالياً مبادرتنا صارت فريق وصار اسمه بوصلة، وعملنا هذا الشيء لنقدر نقدم مبادرات ومشاريع أكثر مع المنظمات لحتى نقدر نخدم المجتمع أكثر. يعني واضح من الاسم بوصلة، واضح من الاسم أنه أنت خلص وصلت ونحن رائدين ورح ندلك على الشيء الصح. أكيد. ويمكن كمان إبراهيم يعني هلأ كمان عم تحضروا لمبادرة جديدة أنت ولين والفريق بشكل عام اسمه بداية. كمان بداية يمكن فينا هيك من اسمها نستشف أنه هي الخطوط الأولى لأي شيء. خلينا نعرف نستوضح منك أكثر شو المقصود فيها. هلأ مثل ما حكيتوا أنه مثل ما موضوع البوصلة بتساعد حامل على تحديد الاتجاه، فنحن لما انطلقنا باسم الفريق كانت بوصلة لحتى نكون نحن بوصلة للشباب نرشدهم للمسار الأفضل، ولكن لحتى يقدر هذا الشخص أنه يوصل لأهدافه ويحقق تماماً ويحقق أهدافه خلال وقت قياسي، فهو بحاجة لبداية صحيحة. وهذا كان هو سبب تسمية مبادرتنا الجديدة اللي هلأ عم يتم التحضير لها، مبادرة بداية. بشكل أساسي هي المبادرة موجهة للشباب ببعض المناطق المنكوبة بريف دمشق لحتى نساعدهم على الدخول لسوق العمل. رح نقدم خلال تدريبات بتتعلق بمجال العمل المستقل، يعني بكتابة المحتوى، التصميم الجرافيكي، التعليق الصوتي، ويمكن يلي هي ازداد الطلب عليها بشكل كتير كبير مؤخرا سواء بالسوق المحلي أو بالسوق العالمي. وهي ليش مهمة كتير؟ لأنه هي رديفة للشخص وبتساعده على تحقيق مردود أعلى. بالإضافة كمان رح يتم إعطاء وتزويد الشباب بالتدريبات تتعلق بالمهارات الناعمة والمهارات التقنية، مثل مثلاً كتابة السيرة الذاتية، مهارات التواصل، مقابلة العمل الناجحة وغيرها الكتير. اليوم بتعرفي الشباب أغلبهم أو كلهم خلينا نقول عم يواجهوا صعوبات الظروف المعيشية بالاقتصادية كل شيء، وعم يضل عندهم خوف أو هاجس من إنه أنا إذا اشتغلت أو عملت شيء يا ترى رح أحقق مكسب مادي يقدر مثلا يسد علي خلينا نحكي نص الشهر ما الشهر كامل. شو بتنصحي هون الشباب وممكن يكون للعمل ضمن ريادة العمل المجتمعي كسب مادي وربح يأمن للشخص احتياجاته؟ لا أكيد ما فينا ننكر أنه المردود المادي هو مطلب أساسي لكل شخص. هلا بس مثل ما حكى الأستاذ إبراهيم سابقا أنه نحن بحاجة لشغلتين كتير أساسيين اللي هن المهارات والعلاقات الاجتماعية. فأنا قبل ما بلش سواء بدي أشتغل بشركة خاصة أو بدي أساوي مشروع خاص فيني ربحي، فأنا بحاجة لهدول الشغلتين كتير. وجود الشخص بالعمل المجتمعي رح يعطيه هاي المساحة لحتى يقدر يطور هاي المهارات، أو حتى يعطيه مساحة ليجرب شو المسار الأفضل اللي هو يمشي فيه. أنا إذا بلشت بمشروع أنا ماني متأكد منه أو ما عندي المهارات اللازمة حتى أمشي فيه شوي فحيخسر، فأنا هيك بكون ما استفدت شيء. أما لما بتكون مساحة هي سامحت لك أنك تجربي وتغلطي وتتعلمي من هدول الشغلات حتى تبلشي بمشروعك حيكون أفضل. وهو صراحة إذا بحكي عن تجربتي الشخصية أنا من سنتين لهلأ غير يعني تماما فرقت 180 درجة من خلال العمل المجتمعي. حاليا بشتغل شغلي الخاص بس عم بيكون مع العمل المجتمعي لأنه هو عم يزد لي مهارات وعم يزد لي علاقات كثيرة عم تساعدني بشغلي. يعني اليوم نحن أول شيء كنا كتير سعيدين فخورين بنماذج من شبابنا برواد بالعمل المجتمعي، وإن شاء الله تكون تجربتكم قدمت أو أعطت أفكار للشباب والصبايا اللي عم بيتابعونا. بدنا نشكركم لين وإبراهيم على وجودكم معنا. شكرا كتير لكم وبالتوفيق لفريق ولوصلة ولمشروعكم القادم بداية. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيكم.
أما هلأ عفاف رح ننتقل للادقية ورح نكون مع حكاية تانية من حكايات التحدي والإرادة اللي دائما موجودة بفضل طبعا أبطالنا بالجيش العربي السوري وجرحى الجيش العربي السوري. رح نتعرف على طبعا ابن مدينة اللاذقية اللي حصل على شهادة الثانوية وحقق حلمه بالدخول لكلية الحقوق والتفاصيل أكيد مع مراسلنا، خلينا نتابعها بالتقرير التالي. إرادة وعزيمة وتصميم على مواصلة الإنجازات. الجريح البطل محمود الخرس ابن اللاذقية ينال شهادة الثانوية ليحقق حلمه بدخول كلية الحقوق ومتابعة تحصيله العلمي. تعرضت لعدة إصابات، آخر شيء تسرحت. بعد ما تسرحت صار عندي فراغ كتير كبير. جتنا المنحة الدراسية من مشروع جريح وطن، مشكورين تابوا معنا كتير، فقررت قدم تاسع. أنا طبعاً من صغري كان عندي حلم أني أكون محامي، فقدمنا التاسع ونجحت بالتاسع، طلعت من المتفوقين فيها الحمد لله رب العالمين. قدمنا على البكالوريا، طبعاً مشروع جريح وطن كتر خيره وجاب لنا الدفاتر، الأقلام، الكتب، سجلنا بمعاهد. قدمنا البكالوريا والحمد لله جمعت 246، وأنا هدفي ما وقف هون، هدفي بالجامعة إن شاء الله راح فوت الجامعة كلية الحقوق. ضمن دراسة البكالوريا أكيد تعبنا كتير فيها، طبعاً اللي بعمري أنا عمري اليوم تقريباً 39 سنة، اللي تارك المدرسة من 20 أو 22 سنة يعني بده يواجه صعوبات إجباري. فالحمد لله بإصرار ودراسة وسهر بالليالي وتعب أمي علي الحمد لله رب العالمين ومتابعتها معي قدرنا ننجح بهالبكالوريا وجمعنا هالمجموع الكويس هذا. بأيام البكالوريا أحياناً تمرق علي لحظات ضعف، أمي بترجع بتقويني تقول لي أنه أنت حاربت وقاومت وتصاوبت، معقول رح تأثرك هالدراسة لهالدرجة هاي؟ فلا أصريت برجع من بدأ وجديد بصرع الدراسة وبرجع بدرس من بدأ وجديد، وكأني بحرب الميدان يعني مثل ما كنت حارب رجعت أدرس وأتعب على حالي وأسهر أكثر وأكثر لحتى الحمد لله ما جمعنا هالمجموع الكويس هذا البكالوريا. بوجه رسالة لكل إنسان وحصرا للمصابين، إن إصابتك ما راح توقفك، بالعكس لازم تكمل وتتابع وتدرس شو من كان عمرك. أنا اليوم عمري 39 سنة وهي درست وصممت وأخذت البكالوريا. أي إنسان كمان تاني سواء كان مصاب ولا إنسان عادي لا يوقف عن طموح معين، بالعكس لازم يشد ويحط بباله طموح ويوصل له. الهدف أهم شيء، الإرادة أهم شيء، إنك توصل له. ما في شيء صعب بالحياة، صعب بالحياة إنك أنت تكون عاجز وأنت مانك عاجز شو ما كنت تكون. يدافعون عن الوطن بالبندقية والقلم مكملين النضال ليصنعوا المجد تلو المجد. أبطال الجيش العربي السوري لكم التحية والسلام. كملينا معكم صباحنا، ولا بد سلمى من كل صباح أو كل فترة لازم ننوه على الأشكال الفنية والفن بشكل عام. اليوم رح نسلط الضوء على فن الماندالا، هو أحد أنواع الفنون القديمة اللي بيعتمد على تصميم الدوائر والأشكال الهندسية والعضوية المختلفة واللي أحيانا ممكن تكون معقدة بشكل ما، وبتعتمد على نقطة مركزية واحدة وبتنبثق منها مجموعة من الرموز والأشكال والنقوش المختلفة. أكيد عفاف، اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف على فن الماندالا اللي استطاعت من خلال ضيفتنا طبعا أنه هي تتميز من خلال طبعا تطبيق هذا الفن على أشكال متعددة، الخشب، اللوحات وحتى الملابس. رح نتعرف على تجربتها أكثر، وخلينا نرحب باستوديو صباحنا غير بضيفتنا عنان السمان حرفية بالماندالا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحنا. صباح يسعد الخير. صباحك، أهلا وسهلا فيكم. يعني نورتي صباحنا أولا بالأشكال الظريفة وبالفن الحلو. خلينا نتعرف من حضرتك، يمكن قدمنا شرح بسيط أو تعريف بسيط عن فن الماندالا، خلينا نتعرف من حضرتك أكثر وليش اخترتي هذا الفن، خليني اقول لك نادرا ما نلاقيه، لحتى يكون هو اسم لمشروعك الخاص.
اي هلا بدايه انا لانه دراسيا درست فيزياء وكملت بعد الفيزياء مصدر اداره اعمال، فنتيجه انه انا التهيت بالدراسه والشغل فكنت احب شوي استخدم الزخارف معه، فالانطلاقه كانت عندي خلال فترات الدراسه. كنت كل ما بلش اني اشتغل بدراستي بلش امسك الورقه والقلم وارسم الزخارف الهندسيه، يعني الموضوع عندي اياه هو هوايه اكثر من انه مهنه. مهنيا انا بشتغل بالجامعه، بدرس بجامعه دمشق والجامعه السوريه، فحاولت احول شوي صغير الموهبه تبعي لبزنس جديد مثل ما هلا كله شغال. فانتقلت بقى بالنقله النوعيه، هي من التدريس والجفاف تبع التدريس تبع ماده الفيزياء للرسم والزخارف النباتيه والهندسيه اللي دخلتهم بقلب اللوحات تبعتي. يعني عنان، طبعا احنا عم نتابع هلا مع مشاهدينا بعض النماذج اللي حضرتك جايبتيها معي كنت عرف اكثر. طبعا الرسومات بشكل عام تختلف بين الرسم على الخشب مو مثل الرسم على الحجر، خلينا نتعرف على الطريقه والتقنيه اللي بتشتغل فيها. هلا المندالا هو فن مثل ما ذكرت الصبيه، هو فن من رسم الدوائر الهندسيه وتدخيل الزخارف فيها. فبداية بديت معي القصة اني ارسم بس على خشب وعلى ورق عفوا كرتون وحطه على خشب، بعدين انتقلت نقلة نوعية باني ارسم على الكانفاس، ارسم على الخشب، ارسم على الحجر، ولاحقا كمان كملت على الكنزات وساويت على صناديق الخشب. الفكرة بالموضوع اني اختار زخرفة نباتية او هندسية ودخلها بقلب الاشياء الحالية اللي بتشبهنا. يعني انا بلشت دخلتها عن الشام واشعار الشام دخلت فيها، رسمت السيف الدمشقي ودخلت فيه كمان اشعار انه دمشق مدينه الياسمين. كمان شوي لقدام بلشت تتطور معي القصص، فسويت مرايه دخلت عليها الزخارف الهندسيه وهيك بلشت بقى معها الموضوع. كانت الفكره الانطلاقه لها انه هي هدايا اقدمها للاشخاص. فاول شيء بلشت اقدم لرفقاتي المتخرجين انه على التخرج تبعهم كل حدا باختصاصه هديه مناسبه له. مع الايام بعدين تحولت من اهداء الهدايا لانه حولها بزنس، طبعا بدعم من اختي ويعني توجيه لها. عملت اول بازار مع مدام ميونا بكر بالمركز الثقافي، بعدين انتقلت بنقله ثانيه لبازار منى عمقي. بازار منى عمقي كان انطلاق الاعاقه المبادرة، فكان ينحكى فيه عن الجهاد اللي هن اشتغلوا لحتى يكونوا موجودين بالمجتمع، فقدمت لهم لوحة خاصة فيها اندبجت فيها المندالة مع الايفنت اللي هو ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حددت فيهم أنواع الاحتياجات الخاصة ورسمتها وأن القلب بيجمعنا. النقلة اللي بعدها بقى كان ببازار الشيراتون مع مدام رنا طباع اللي هي المنظمة له. فأنا لما نزلت بقى على بازار الشيراتون لقيت إنه في احتياج لتنوع عن اللوحات، تنوع عن بس إطار الهدايا، فعملت أشياء ممكن تستخدم بقلب المنزل للديكورات. بلشت بقى إنه أدخل على الصواني، على صناديق الخشب، على حفلات لطوائف التخرج مشان حفلات التخرج. خلينا يعني عم نشوف هون عنا أشكال هندسية ودوائر متداخلة ببعضها، يعني هو فن المندالة هيك فيه كل هاد يعني بتشوفي أنت أنه في شوية لخبطة نوعا ما الواحد بيضيع، أنت كيف قدرتي تحققي هذا الانسجام بين التداخل الأشكال ببعضها؟ هلا انه اول ما بلشت انا بس ارسم زخارف، لا بس لاحظت على الانترنت انه في اشياء عم تكون متداخله مع بعضها بترتيب متناسق، فلما بحثت عنه لقيت هو فن المندالة. فهو عباره عن تقسيم بالزاويه بالمنقله زاويه زاويه حتى تكون الزوايا متساويه قد بعضها، فمن هون تقدري انت توصلي للحاله اللي هي انه الزخرفه قد الزخرفه الثانيه، لانه انت مقسمتيها اساسا بالبيكار وبالمنقله، فبالنهاية أنت أخذ الزاوية قد الأولى قد الثانية قد الثالثة، فلهيك الزخرفة هي نفسها حتكون متكررة فأنت ما راح تتخربطي فيها. هلأ عين المشاهد بالنهاية بتشوفها هي صورة متناظرة، بس هي بالبداية بتبلشي فيها من المركز مثل ما ذكرتي وتطلع فيها دائرة أكبر أكبر أكبر، وتبلشي بقى تعيدي نفس الزخرفة على كل زاوية أنت قسمتيها. هلأ هون بقى الأفكار اللي أنا بلشت أدخلها أنه الشيء اللي مطلوب بالمجتمع، يعني صرت ادخل مثل الصندوق اللي مع حضرتك انه تماما صندوق يعني للتخرج. احنا عم نشوف عم نحاول نعرض على الهواء كل النماذج اللي مشتغله عليها واللي هي في بعضها شيء جديد، يعني يمكن الماندالا، يمكن شفنا
في تجربة في صبية من السنة الماضية أخذت فاتت موسوعة جينيس بأكبر لوحة بالمانديلا، وهي كانت بالنبك أو بدير عطية. تماماً. ولكن أنت دخلتي هي الرسوم الهندسية والصعبة بنماذج بسيطة ممكن الواحد يستخدمها بقلب البيت أو الصبية أو حتى بمكتب مثل هي العلبة الخشب يعني اللي شايفينها، او حتى شغلات هيك سوفونيرات صغيره، سوفونيرات صغيره على عيد الميلاد هالصبايا الصغار، شغلات ايه بسيطه ممكن الواحد يحتفظ فيها. حتى دخلتي الكتابه، انا شفت هذا النموذج اللي هو نموذج كثير هذا للصغار انت ما على عيد الميلاد مثلا، انه اذا فينا ناخذها قريبه نزار من عندك بدنا نعزبك لحتى يبين الكتابه لانه نموذج جديد وحلو. طبعا انا ما راح اعرف اقرا كل شيء بس انت كاتبتي تماما. انا كاتبه عبارات هي لعيد الميلاد اذا صبيه بدها تهدي صديقتها اللي قبلها للتخرج، انه الجراديويشن يو ويل دان ديزيرف ذا سكسيز. هلا هون يمكن ما دخلت لك اشعار الشام، شام ومن المجد وانتم المجدي، انتم المجدي. هلا حسب بقى المناسبه في شو بيطلبوا منك. تماما، اذا مثلا مناسبه خطبه ممكن مثل القلب اللي شفتيه انه ثبت انه هذا الشخص اسمه تماما، انه ممكن ذكرى العمر كله تمام مع الصبيه مع التاريخ تبع الارتباط يعني تمام. فمن هذا المبدا تماما، حتى اللي كانت بايدك انه اتس ا جيرل المناسبات تبع المواليد، انه اتس ا جيرل اتس ا بوي كمان ممكن ادخلهم اياها مع اسماء الشخصيات اللي هن بيحبوا او اي عباره حدا بيحب يهديها. هي قد ايه حلوه عفاف، يعني اليوم قد ايه كل صبيه بتتمنى يكون عندها شيء خاص فيها بهيك مصمم إلى مخصوص. هلا هي الفكرة إنه لك الديزاين الأساسي تبعه، فأنا برسم لك إياه وبطبع لك إياه على التيشيرت، وهو بضل معك الديزاين الرئيسي مع التيشيرت. يعني على الطلب والتوصية. على الطلب والتوصية تماماً. فأنتي شو بتحبي بقلب الرسمة أمله مثلاً تذكري أسماء الأشخاص، أو ممكن لما بيكون الأب والأم والأولاد بيلبسوا نفس اللبس مع بعضهم ممكن حلوة أحفظ لهم إياها تماماً. يلا هلا بنطلب منك لازم إحنا غير تعملنا شيء خاص فينا للبرنامج مشان نصير يكون في إلنا عن جد كمان شيء. طبعا هي الطباعات على الالبسه دائمه هي هلا تماما. انا لما انتقلت بالبازارات من مكان لاخر لقيت انه بلش ينطلب الشيء العملي اكثر، والصبايا بيحبوا الثياب اكثر شيء، فاي حولت على فكره الثياب وفكره سنه. هلا الجديد كمان انه على الديكورات الصينيه كمان عملت هلا هي نحن صعب نبينها من عنا، اذا انت بتقدري شوي شوي وكاميرتك ليكا، هي كاميرتك بس بدك ترفعيها شوي تمام يعني مشان يقدروا ياخذوا، وخليها مرفوعه هيك. هلا فكره انه الصينيه كمان بالديكورات احيانا صارت تنطلب بالبيوت كثير صارت فيها تمام، فبلشت كمان ادخل المانديلا على الديكورات المنزليه بكل قطعه، وهي صينيه مثلا ممكن نحط فيها اغراض وممكن تنعرض مثل ما هي. حلو، بتروح هاي الالوان ممكن تنتزع اذا بدنا ننظفها، او هي في شيء اذا بدنا نعملها أي. ما هو انا هذا اللي بدي اسال عنه، مثلا مثل هي اللي موجوده على الكنزه مثل اللي بالصينيه، الشغلات اللي فيها احتكاك استخدام مواد الاكريليك بالرسم على الخشب بتثبيتها كمان باللكر، هدول بيقعد بيروحوا من على هدول تمام، استخدام هدول بيكون هي مواد عازله عن المياه وعن الاشياء اللي ممكن تاثر عليها، فلا ما بيروحوا على المياه ان شاء الله. يعني هي كمان ما بتحتاج تنظيف عنيف، خلينا نقول لا خلينا نقول شوي هيك بلطافة، أيوة تنظيف خفيف يعني مسحة من الغبرات أوكي، بس أما أنه أكيد يعني مو. والتياب التياب إيه لا هاي التياب عادي، طباعة عادية ممكن الإنسان يستخدمها وحتى يغسلها عادي. خلينا نحكي مانديلا، يعني أول ما بلشتي أكيد كان في ردود أفعال كانت ممكن تكون ما ترضيكي أوقات، أو كانت على طول تلاقي الرضا من الناس أو من رفقاتك؟ هلا هو شيء غريب العالم عم تستغربه، يعني أنا بقول لك المين اللي ممكن بس يتقبله هو الأجيال الصغيرة العمر الصغير، لأنه هن بيعرفوا عن هذا المانديلا. الأعمار الكبيرة لا ما عنه عم ترفضه، لكن عم تستغربه إنه شو هذا الفن اللي أنت عم تشتغليه، شو هذا الشيء، هو فن هندي أساساً، ولحنا أنا بلشت دخله هون بالشام. فأعمار الصغيرة إيه لا بتعرف شو هو، أما الأعمار الكبيرة بتبلشت لك إنه شو هذا شوي اشرحي لي عنه شوي، فإذا ما شرحت لهم إنه أنا شو عاملة الأفكار بقلبي من عم تكون لوحة بعيدة عنه نوعاً. بس دائماً كنتي تلقي الإعجاب يعني. إيه لا الحمد لله إيه، يعني حتى يعني في حافز لإنك أنت تعملي لسه ابتكار أكثر، تسويق أكثر لشغل لنوع تاني مختلف غير اللي كان قبل منه يعني.
صحيح، هو فن من الفنون الجميلة واللي بتحتاج لدقة كتير، وباعتبار عم يدخل فيها الخطوط الهندسية. ومثل ما قلت نحن فخورين يكون معنا سيدة من السيدات اللي قلت لقت مشروع وخط إلها تميزت فيه. بنتمنى لك كل التوفيق عنان، وسعيدين بمشاركتك لنا اليوم صباحنا غير. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل صبية أو سيدة ممكن أنها تبدأ مشروعها بفكرة بسيطة مثل اللي بلشت فيها ولكن لها بصمة خاصة؟ هلا الفكرة انه الواحد ما يتخلى عن هوايته ويدمجها مع المهنة اللي هو عم يشتغل فيها، فانه اذا عنده ادنى وقت بسيط لانه يعمل من الهواية تبعه بزنس فيحافظ عليها ويحافظ على المهنة تبعه ويمشي بخط واحد ويبتكر قد ما بده. وطبعا الايام الجديدة هاي الانفتاح بالانترنت بيساعدك كتير على انك تتوسعي، والبازارات الموجودة بالبلد كتير عم تفتح يعني طاقة للشباب انه يستثمروا جهدهم، فاي حدا عنده فكرة يستغلها ويمشي عليها ويبلش يشتغل فيها وينزل على بازارات الشام، وإن شاء الله بيأبدع ويفتح طريقه له. إن شاء الله أنت كمان بتضلي عم تأبدعي وبتضلي عم تتحفينا بهذا الفن الحلو. شكراً شكر وجودك معنا. شكراً كتير لكم لوجودك معنا عنان السمان. عنان السمان فن المندالا. شكراً كتير لكم، يعطيكم العافية يا هلا. شكراً لك ولوجودك معنا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكراً، وبتمنى هيك لكل اللي عم يعملوا إنتاجات يتوفقوا بخطهم يكونوا هيك إن شاء الله منتجين لهالبلد. وهلأ يا عفاف لوين رح نروح؟ رح نروح على طرطوس. رح نروح على طرطوس ومبادرة أهلية بهدف إظهار ودعم المواهب الفنية من غناء وعزف لمجموعة من الشباب والشابات أيضا الموهوبين في ريف صافيتا بمحافظة طرطوس. رح نتابع تفاصيل أكثر مع مراسلنا محمد حسن. ضمن أحضان الطبيعة الخلابة بريف صافيتا بمحافظة طرطوس وبمبادرة أهلية من المجتمع المحلي، أقيمت فعالية لإظهار ودعم المواهب الفنية من غناء وعزف لمجموعة من الشباب والشابات الموهوبين. هي عكس لوجه سوريا الحضاري أولا، لأنه هي سوريا أول شيء انطلاقة الأبجدية الموسيقية من سوريا. عم نقوم بدعم المواهب، مواهب رائعة جدا، حبينا اليوم أنه نطرحهم بالمجتمع الشعبي، المجتمع الأهلي، ونشجعهم أكثر. اليوم هالملتقى فرصة لدعم المواهب الفنية، وعم نحاول قدر الإمكان دعم لهذه المواهب. المواهب بدها رعاية، بدها صقل، ونحن إن شاء الله هالمواهب اللي شايفينها اليوم راح تكون كفئ وراح تبيض لوشنا وتشوفوا شيء جميل جدا. نحن عم نحاول نعكس وجه سوريا الحضاري، إنه سوريا فيها هيك تراث، سوريا فيها هيك مواهب، فيها هيك ألحان وفيها هيك أغاني. هي صراحة جمعة كتير إيجابية، لأنه هي عم تنمي المواهب، عم بتطلع ناس جديدة ممكن ما حدا بيعرفون. أصوات مبدعة صدحت بأغاني تراثية وطربية وسط حضور مميز لعدد من العائلات المغتربة الذين قدموا لقضاء عطلتهم بين الأهل والأصدقاء. جو حلو كتير، وسوريا ما في أحلى منها. جاي من كاليفورنيا من أمريكا، ونحن بنجي كل سنة على سوريا لأنه سوريا أحلى بلد بالعالم، بنشوف أهلنا بنشوف قرايبيننا، بلد بتجنن ما فينا نستغنى أبدا عنها. أنا جاي من أمريكا من ديترويت ميشيغان، وكل سنة بجي بشوف أهلي وبنبسط معهم. نحن جايين من دبي، وأكيد أرض الوطن غالي كتير علينا، وجايين نقضي كم يوم حلوين فيه. مواهب واعدة في طريق الفن السوري، هي سوريا بأبنائها الذين يصنعون الفرح والسعادة بالرغم من كل الظروف. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. شو حلو الفرح يا عفاف، وقد ايه حلو نشوف هذا الشيء ان كان بطرطوس. امبارح شفنا مهرجان ايضا قلعة دمشق اللي بدا، حلو الفرح رغم كل الصعوبات والمشاكل انه يكون موجود ببلدنا ولو بمبادرات وبأفكار ان شاء الله الله ديما بسيطه. وشفنا بعض اللي مسافرين برا اللي اجوا، يمكن هاي الصيفيه كثير شفنا ناس رجعت. ان شاء الله يا رب الفرح والخير يعم على بلدنا دائما. محطتنا الاخيره كمان لا تخلو من التميز ومن
والمبادرات الشبابية اللي عم نشوفها دائما هي رديف لكثير من القطاعات وعم بتسهل على الناس وعم بتساعدهم. اليوم رح نحكي عن مبادرة أطلقها عدد من الأطباء الاختصاصيين بعلاج الأسنان تحديدا، هدفت إلى تقديم التوعية السنية وأيضا المعالجة تحت شعار ضحكتك سلام. صحيح سلمى، ورح نتعرف على هي المبادرة أكيد من خلال ضيوفنا لليوم الدكتور طارق الصمودي، اختصاصي جراحة اللثة ومتطوع أيضا في مشروع أسنان اللولو، والدكتورة مروة بيضاء اختصاصية تعويضات ثابتة ومتطوعة أيضا في مشروع أسنان اللولو. يسعد صباحكم. صباح النور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يعني مبادرة سلام من المبادرات المجتمعية اللي دخلت ضمن مجال العمل التطوعي بكتير من المجالات، وهلأ عم نشوف أسنان اللولو اللي هي أحد هاي المبادرات. خلينا نتعرف على ضحكتك سلام، بلش معك دكتور طارق. بلشت فكرتنا نحن بنتيجة بحث كان نتيجته أنه 85% من المهجرين داخل سوريا عندهم التهاب لثة ومشاكل صحية فموية كبيرة. فاجتمعنا ب 2019 حوالي 20 طبيب اختصاصي من مختلف اختصاصات السنية، وبلشنا بفكرة مشروع أسنان اللولو ضمن منظمة سلام، واشتغلنا مع المهجرين، قدمنا لهم المعالجات السنية مجانا. بعد شفنا النتيجة فقررنا انه نكمل بالمبادرات ونشوف نستهدف ناس ثانيين. دكتورة مروة، يعني اختصاصكم كان الهدف منه، هلا رح نتعرف عليه سوا، شو الهدف يلي جمعكم انتم كاختصاصيين لحتى تكونوا سوا ضمن هذا المشروع؟ هلا الهدف الاساسي اكيد نقدم المساعده للفئات محدده من المجتمع هي عن جد بحاجه للمساعده، ونضوي عليها اكثر لحتى الكل يساعده. شو بتضمن هي المساعدات؟ مساعدات علاجات سنيه مجانيه وتوعيه كمان عشان صحه الفم. طيب يعني تعويضات سنيه اصلاح بتشمل كل شيء، تبييض كل شيء، اصلاح وكل شيء، معالجات ترميميه، زرع، في ابتسامه هوليود، في كل شيء. زرع لا كان موجود، لا اكيد كل شيء معالجات تيجان لاسنان متهدمه ممكن يوصلنا لمرحله. يمكن هذا من الاختصاصات اللي كثير مهمه واللي الناس بهذا الوقت بتلاقي صعوبه اصلا لانه التكلفه ارتفعت والمواد تكلفتها ارتفعت. خلينا نحكي عن هذا الشيء. عملنا أكثر من مبادرة مع جمعيات خيرية، فنحن نتوجه لإلهم، بيعرفوا هن الناس اللي عن جد وضعهم صعب، ما عم يحسنوا يعالجوا أسنانهم كثير، عم يسكتوا على وجعهم مقابل شيء ثاني. صحيح. فالحمد لله يعني قدرنا نساعدهم بهذا الشيء. خلينا نحكي دكتورة عن الشرائح المستهدفة لتتلقى هي المساعدات، ومين كان يعني الأولى بتلقي هي المساعدات، وكيف عم يتم استقطاب هدول الناس؟ سهل الوصول لهم أو أنتم سهلين طريق الوصول لكم؟ هلا اول شيء نحن الحمد لله قدرنا ننوع كثير من الشرائح، يعني حاولنا بكل مبادره نعمل فئه جديده. فاول مبادره كانت المهجرين، بعدين انتقلنا للايتام، بعدين فاقدي المعيل، ذوي الدخل المحدود، الصم والبكم، المكفوفين، حتى اتفقنا مع جمعيات كمان، كانت جمعيه دفا مثلا، جمعيه الاقصاب الخيريه، كذا جمعيه كنا نتشهد كمان كلهم هدول والايتام. حلو انه في شريحه كبيره عم تحاولوا توصلوا لها. كل ما كنا ننوع نقدر. هذا كتير مهم وضروري. نحن عم نشوف حضرتك عم تشرحي بعض اللقطات من فيديوهات لعملكم ومبادرة أسنان لولو. كمان بدي أسألك دكتور، اليوم جانب التشاركي قد ايه مهم؟ لأنه بنعرف أنه أحياناً ممكن الفكرة ما تطلع واضحة إلا إذا كان في أكثر من جهة عم بيشبكوا مع بعض وعم يشتغلوا مع بعض، فخلينا نحكي عن التشاركي. أكيد، يعني في كتير مراكز مشكورين قدموا لنا المكان، مراكزهم، أدواتهم، عشان نقدر نشتغل فيهم، نسهل الوصول للمرضى بقلب البلد. وفي كمان المستودعات عم تأمن المواد أوقات بأسعار تنزلنا فيها شوي، المخابر حتى نقدر نعمل تعويضات للأسنان كمان عم يساعدونا بهذا الشيء. دكتورة مروة، كان في استمرارية للمبادرات يلي أطلقتوها وضحكتك سلام، خلينا نحكي عن هي المبادرة وشو أكثر شيء كان تتضمن منها، فوائد خلينا نقول أو محفزات أو تكون أشياء ذات قيمة. يعني أنت ذكرتي حضرتك أنه ممكن موجودة ضحكتك سلام، يعني موجودة
ابتسامة هوليود، فينير، إيماكس، هدول الأشياء. هلا أول شيء كانت هاي المبادرة آخر مبادرة إحنا عملناها مع مؤسسة الجواد، جمعية الأعمال الخيرية. كان ضمننا نحن الفئة الموجودة ضمن هاي الجمعية، كانوا عددهم 100 شخص. عملنا لهم معالجات الأساسية، ما كان في ابتسامة هوليود، ما كان في زرع، كان في معالجات لبية، كان في معالجات قلع مثلا، ترميميات، يعني معالجات كانت أساسية أكثر. الفئة كانت من نوع واحد ولا في كذا فئة موجودين ضمن المئة شخص اللي ذكرتيهم؟ هلا احنا ضمن الجمعية كنا نحن ناخذ الأشخاص من ضمنه، وكنا نعمل قبل ما نبلش بالمبادرة نعمل جلسات لتشخيصهم، فكنا نشوف يعني نشوف كل المرضى ونعالجهم قبل، يعني نشخصهم قبل. يمكن كمان عم نشوف لقطات التعامل مع الأطفال وبسن صغيرة وببيئات مختلفة، هو ما هو تعامل أبدا سهل، وخصوصا مثل ما قال الدكتور في كتير ناس عانت من الحرب، فكان صعب الوصول إلها، عندها مشاكل كتير. إذا بنذكر أبرز المشاكل اللي كانت موجودة وكيف تم علاجها، وهل بتم الاستمرارية بالعلاج لفترة متابعة هاي الحالات؟ هلا المعظم بنتابعهم اذا كان في داعي بنحط لهم بحاجه لجلسه اخرى، فبنرجع بنتابعهم اكثر. كان في عدد نخور كثير كبير عند الاطفال باعمار صغيره نتيجه عدم التوعيه، فنحن كثير ركزنا على موضوع التوعيه واهميه العنايه بالصحه الفمويه مشان نقدر نحفزه لدائما لمدى العمر. صحيح. دكتور طارق، خلينا نعرف شو الخطوات الجديده يلي هلا عم تتضمنها مبادره اسنان اللولو، شو الخطوات الجديده يلي هلا عم تبلشوا فيها؟ احنا عم نحاول نوصل لاماكن ثانيه بجوز بعيده ما عم يحسنوا يوصلوا لعنا، في ناس كان عم يعانوا بالمواصلات من اطراف الشام ما عم يحسنوا يوصلوا لقلب الشام، فعم نحاول ناخذ مراكز تكون قريبه منهم لنقدر نوصل لهم وننوع اكثر ما فينا بال مثل وين مثلا كانوا ابعد شيء، في شيء عم يجي من الغوطه كان. طيب دكتوره خلينا نحكي كمان اليوم عن اساس الفريق وتكوين الفريق، نحن قلنا مجموعه من الاطباء باختصاصات متعدده ضمن الاختصاصات السنيه وعلاج الاسنان، يمكن هل في شيء الفكره انه المبادره مثلا تكون بالمحافظات السوريه ام هلا فقط ضمن دمشق وريف دمشق التواجد؟ ان شاء الله بالعكس نطمح اكثر انه نكون متوسع اكثر ونمتد اكثر. حالياً فقط أنتم دمشق وريفة. دمشق وريفة. دمشق وريفة. طيب دكتور كمان عدد الأطباء المشاركين؟ تقريباً 20، بينضاف لهم في فريق تنسيق وفي فريق إعلامي. الفريق الإعلامي مشان شو كيف عم يتم؟ عم يتم لأنه توثيق كل حالة عم يتصور قبل وبعد، عم يتم نشر الحالات كمان مشان يكون كلهم موثقين. الحالات كلها اللي بتجي لعندكم بضل في متابعه حتى لو احتاج الامر ممكن متابعه لسنوات، خلينا نقول في مشاكل تقويم ممكن عند الاطفال او مشاكل بدها وقت طويل للمعالجه بضل الشخص عم يتابع عندكم؟ ممكن في اوقات ناس بتصلوا معنا بيحكوا معنا بنقول لهم يعني المبادره الجايه فيك تضل تحكي معنا، اوقات لبعد سنه بضلوا عم يحكوا معنا. مبادره اشتغلنا مع فئه الصم، اشتغلنا لهم اول سنه بعد سنه رد جبناهم تقريبا نفس الفئه اشتغلنا معهم. يعني مثل ما حكينا انه انتم اخذتوا شرائح مختلفه من ذوي الدخل المحدود وايضا من الاطفال اللي عندهم مشاكل وغيرها، وعم تحاولوا قدر المستطاع انه تضلوا مستمرين بتقديم هذا العمل التطوعي والخيري ايضا. خلينا نقول لايمتى ممكن تضل المبادره، وهل هي محدده بوقت ام لا انه احنا بلشنا ورح نكمل فيها الاسنان دول؟ لا ان شاء الله حنكملها، لان احنا كل مبادره كانت عباره عن 5 جمعه متتاليه، وكل فتره وفتره بنرجع بنعمل مبادره بنلاقي فيها محدده جيده فبنرجع ان شاء الله. لا مكملين ان شاء الله. يوميا انتوا على تواصل بالشغل يوميا ولا في ايام محدده بتشتغلوا فيها؟ يوم الجمعه حصرا، يوم الجمعه بنكون يوم عطله المركز وعطلتنا كمان نحن، عشان نعطل المركز يعني ناخذ منه مركز وما انا عطله، فهو بيعطينا ايام مجانا، هو مشكور بيكون في زحمه كثير يعني هيك يوم واحد العالم شو بدها تلحق؟ تماما، مشان هيك العدد كبير الاطباء. طب ما بضل في عالم بتتضرر من هذا الشيء؟ يعني ممكن تتاجل للاسبوع اللي جاي اللي بعده، ممكن تكون عالم مضطره، كيف عم يتم تنسيق الدور او الاكثر اهميه خلينا نقول انه هو يدخل يتعالج؟ نحن قبل كل مبادرة عم نكون في جلستين تشخيصيات، إن كان مثلا تعاوننا مع جمعية أو مع مركز إيواء، بنروح لعندهم نفحص المرضى كلياتهم، كل مريض له بطاقة مسجل له شو بده، فهذا بنعرف إنه مثلا هذا بده جلسة بحاجة جلستين، وبنرتبه مثلا هذا بالجمعة الأولى بالجمعة الثانية بالجمعة الثالثة، خلال الشغل مثلا اشتغلنا له هذا بأول جمعة،
بنكتب انه هذا بده جلسه ثانيه، فنحن منظمين الوقت قبل ما تبلش مبادره، بنعرف كل مريض شو عنده وكيف بده يكون توزيع المرضى. حلو كثير. يعني بالختام نشكركم، نتمنى لكم التوفيق بالمبادره، واكيد نتمنى الكل يستفيد من هي المبادرات المجتمعيه. شكرا لكم. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. لهون عفاف نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، أكيد بنتمنى نكون قدمنا الفائدة من خلال المعلومات عبر ضيوفنا المختصين وفقراتنا اللي حاولنا نكون متنوعة من كل المجالات المجتمعية والفنية وأيضا الطبية. لا تنسوا تراسلونا لأي مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا. ضلوا بألف خير، باي باي. بدي أتمنى لك بقية يوم حلو يا سلمى، وبدي أتمنى كمان للمشاهدين بقية نهار حلو. ترونا يوم السبت بفقرات جديدة ومتنوعة وضيوف جداد. كونوا بخير إن كنتوا لحالكم أو برفقة العالم يلي بتحبوه. من هون للسبت، باي باي.